وقفوا. هان بكى الحمام؟ لا يا زلمه، ذكاء فوق. لا، وهي برضه فيها حمام. هاي فيها عصافير. ابعد، مش مليان عصافير. واكتب بعض هذا شرس. قفلت هذا. قفلت. بشر من هيك. شرس العربي، هذا مش سام. ولا له علاقة بالسم. جاي على الزغليل. بعضك ما بعرف وين مسكته فيه. كبش مش سام. ما انا عارف، بس لو عضك عادي برضه. بس احط على شرشف دم. لو عضك مش عادي. حلو شايف؟ هات بلف حاله عشان يتلف. طلع. لا هذا هيك بصير يشد. بعدين شرس بهذا هيك. طلع كيف بلف حاله. طلع بس هو عشان يشرب. طلع وهو على الاسلوب تبعه. دير بالك وهو على شايف في العالي عصاي. بس هو على الارض هذا وصلت له لحد مترين ونص. لا ما هذا كبير. مش سام. حرام ينكتل هذا. دير بالك ليه حرام ينكتل هذا. هذا باكل الفيران، باكل المنظف يعني منيح. طلع كيف بلف. هذا اسلوب الفلت تبعه. حلو طويل. هي بس الكتف تقوى. هي اكبر هذي. لعبة لا نقشة. حلو. شكل بنعض منه. مبين بده يلدع. عشان كيف بفتح تمه؟ بضرب. ما اجى يلكفني بعدين ضربته على وجهه. شايف؟ بعرف. بعض شايف ابو يمك وعطه شايف؟ بعض. هات لي الكيس. علي جيب لي الكيس من السيارة. اعطيك عدة بعد الكيس. لا ايدي لا لانه عطه حامي. بشرب. حلو شايف بتجنن. هذا حرام ينقتل. لما بشوف واحد مقتول بنجن على الشارع. لا. هذا كذا قاعد المسح بدك. هذيك ببلع. دير بالك هذا حمامي كامل. ما يعني. بقول لك بخش على الزغليل بطول الزغليل وشفت بس لكيز صار نص. ما هي المشكلة. ولا هو كان عظيم. بلاعب. لسه دير بالك مشوب الدنيا مظبوط. سيطري لاك. طلع بعض. ليجن شايف؟ دير بالك تجرح. لا انا في الكندرة مش سائل. بتعيش دم. حلو. بجنن يا زلمة. لا. هاكي بقعد شايف شرس. خذ جمال. تعرف انه جرحني يعني؟ لا. هات الكيس. بس بده مزيكا هاته. هلا كيف بنروح نقفل طول كم. هلا كيف بنروح نقفل في جبل بعيد عن الناس. محل يكون فيه مي. في محل في جبل عندنا بتونيا مي ومجاري. تفلتوا غاد مليان ضفادع وفيران بعيش غاد. يلا تعال نشم. طبعا هذا البستان مليان حياه. كل اسبوع بتصل علي خضر وبنيجي بنمسك حيه عربيه.
عنده كثير حياة. لا تنسوا يا اخوان فضلا وليس امرا، اللي بيحب يتابعني على تيك توك هاي رابط التيك توك على الوصف وعلى التعليقات، والسلام عليكم.